السلام عليكم شباب، شوفكم في اخباركم ان شاء الله زين. جاتكم فيديو اليوم راح نلعب لعبة براهلة. اليوم راح نلعب ضد عباس، طبعا كالعادة حجدين. طبعا عباس هذا اشتري شخصية جديدة على اساس راح يجددني، يقول نصور مقطع براهلة. شو هي؟ مو شخصية جديدة، هي قديمة بس اختفت مني. اي يعني اختفت، ارجع اشتراها. يعني ما يختلف شباب، انتم ايش رايكم؟ ما يختلف جديد يعني بالجيم. بالجيم يلا بالجيم يلا اوكي بالجيم. يا ما بنختار بنتين. يا بنتي يلا 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 متحمس على اليوم هذا جزء، بشوف شخصيته الجديدة حلوة ولا لا. طبعا كل عاد ما احتاج اعرفكم، هذاني هذا عباس. يلا 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 تعال اول شي بوكسر جافا بوكسر. اسرع من البلق بدي اجيب نعتو عشان سريع. مو سرعة بكسر سرعة بكسر. راح ابلع ابلع ابلع. بوكسات ضد بوكسات يا فلوس شباب. طبعا بوكسات ببلع. شخصيتك جديدة شنو؟ لا مو متعمد اسمه عدل بو. اخ 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 مو يسوي لي طرف ابلع ليش ما جيت جوال. لا 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 مستحيل يعني هذا ملك ملك الخسارة. كان استخدم البوق عمود جي ما حدث هذا الذئب مو البوق. ليش ما أخذت السلاح؟ ابلع عباس شخصيتك الجديدة تفتح. لا استجا هي تفوز تفوز شخصيتك الجديدة بل ما تفوز. كيف انت حلو؟ شنو؟ ابلع شنو؟ حطها براس النت. والله النت النت خطية دومي بومي. ابلع شنو دومي بومي؟ تول واحد ضعب انا. ها شباب سوى عليك كمان ديار. أنا استخدم جناحات النساء. ابلع تعال بوكس أحفا. أحا راوي كسر راوي والله. ابلع ها بس تمك انت لجولة. فازت ثلاث جولة طبعا طبعا ممكن جولة ثانية. اوكي الجولة رقم 2 انا فزت الجولة الجديدة. الجولة الثانية ما تفرق عباس يعني تقبل الامر. انا احسن منك بنك بنك احسن منك بكل الالعاب. بنك وين تقدر تجدني؟ بعد حظ اليوم لا احا تعصبت تعصبت. لا والله حصلت شلون ما اقدر اطقه. تخبيه سراوي بس خليك تنجم. انجم ليش انا انجم؟ ما شايف كل بوكسات ما شايف هسه شو يصير لي. طيحت الدب العلاقة شو يصير لي؟ عباس ممكن عباس ياسين ابلع ابلع ابلع. جناحات النفس يا شباب انا جناحات ايش كبرني. ابلع عباس انا اقول لك الجولة الثانية ما تفرق ما تفرق كلش ما تفرق. ثلاثة واحد انا ثلاثة واحد
حال كم بوات لحكي لك عنها. كنت حاشي عن صدر. واخذي انا تمام. بعدين بعد ما قتلت مرتي. لا دخل هجوم. والله ملعون. حبلعك ابلعك انا ابلعك. طبعا انا رشيت. لحظة لا. لا. وين رايح يعني؟ انت بعقل بكل عقلك وين رايح؟ وين ما ابي. انا انت. انا. يلا. شلون؟ فزت. شلون؟ بعد زعلوا شوية من الشباب. طقحنا الجمل. فاكيد اعرف السجارة الثانية انت قلت له جواب مو؟ خلاص يلا. اوكي فزت الجولة الثانية. اوكي الجولة الثالثة. النص. النص؟ شايف النص؟ شقك نفسه. بس إذا فزت شنو إذا فزت؟ إذا فزت أنت راح بعد شو أسوي فزت؟ لا بالجولة الأخيرة أنت تبغى فايز. إيه أنا بفوز فايز عشان شو أسوي؟ لا أصلاً مستحيل وأنت حتفوز بس يلا. ما جديد. أول جولة أنطيت طبعاً شو طبعاً شباب أنتم ما أنطين الناس فقرة. لا فقرة أنطي النقطة. كم نوب؟ لا بس هو عالقت في الجولة بس حتى ما يفيد ما يعني انا في زنجان بس اوكي في طبعا شباب يعني جوز في الجولة الثالثة جوز اقترح على لا طحت لا الحمد لله ما اخسر انا ما اخسر والله انت ومهارتك هاي خايفه بس كده بعد وقت تو نستوعب جناحات النسر لازم استخدم جناحات النسر وفقط بس ايش تطلع لا ما تتقبل الخساره شباب شوفوا طح اخيس طيحه بالحياه والله البنجي والله بينج على الماس عندي والله لا رضا بينج على الماس عندي زين رضا دوال وهاي بالغلط وربني اسطورة ما اسمع اهم من عندي النظام قلت لك اوقف على الماس انزين ترى شعري انا من عند النظري جالس زين عندك في خايس عندي ما يصير لازم انا افوز يعني طبعا شباب فزت علي بالجولات فاف شباب هنا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو اذا عجبكم تشترك بالقناة ما شفتوا مشتركين بس مع السلامة باي باي.